السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه متاع الميغان، شفتوا الخطا هذه اللي تجي في المكان هذا، هذه وقت نجي نحل البوني تخرج هي معي البوني وتتكسر. هما هنا شنو عندنا هنا ثقب من هنا في قطع في بوشون، هذا في بوشون هذاك نحوه هذاك البوشون هذاك ونلقوا حتى طرف تل ولا حاجه باش نجبدوا به هذه، باش نجبدوا به هذه نجبدوا بها جبدان باش تخرج لنا هذه من مكانها اللي هي القطعه هذه تخرج لنا من مكانها. وقتها نجموا نحوا البوني كلها من غير ما نحوا البانو. اما اذا كان باش نبدلوا القطعه هذه للميوم مكسره هذه لابد باش نحل البانو هذاك ونخرج القطعه هذه كلها لبرا باش نبدلوا منها القطعه المكسره هذيك للميوم لابد. طيب باش نشرح لكم، كان هذه راكبه في الباب، شفتوها كانها راكبه في الباب وهذه راكبه في مكانها هكا وهذا نازل، هذه انت مسكره تو هنا هذه ما تخرجش. علاش؟ لان عندها قطعه شدتها اللي هي هذه الالمنيوم اللي كسرت عندي انا وهي راكبه باش ندخلوا من الخرم هذاك من النقبه هذيك تل ونجدوها هذيك الفوق ونجدوا هذاك شفتوها هكاك باش تخرج لنا هذه، تخرج هذه من مكانها نزوها تخرج دز هذه احلى هكا فوالا باش تخرج هذيك شفتوها باش تخرج هذه من مكانها لابد نجدوا هذا بتل. كيفاش نرجعوها هذه في مكانها وهي راكبه في الباب نرجعوها، لكن تقعد تطيح شنو اللي يصير؟ لازم هذا ننزل عليه باش ما حتى بصبعك هكا ولا حاله ولا بتونويس وتنزل على الاخر هكا باش ما عادش تخرج هذه من مكانها. علاش؟ لان هذه انا غيرتها على خاطر هذه تكسرت يعني ما عادش تشد مكانها لان ما عادش تعمل الدور. هي شنو تعمل؟ هي تعمل دور على الواحد باش ما تخرجش، هذه تولي ما عادش تعمل دورها هكا. علاش المشكل هذه تولي كي تنحى هذه تولي حتى البوني تتنحى معاه، هذيك الاشكاليه الموجوده ما فيها حتى شيء. هذا يدخل هنا شنو اللي يشدوا؟ شنو اللي احنا لقيناه فيها ساعه القطعه اللي شنو اللي تشد فيها؟ فما القطعه هذه اللي تشد اللسان، شو هذه تشد اللسان هنا باش ما يخرجش، تشد هذايا باش ما يخرجش من مكان. هذه تكسرت، كي تتكسر تولي اي واحد يجيب البونيه تخرج هذه معه، لان البوني لان القطعه هذه تجي هنا ويشدها. هاو بدلنا احنا القطعه هذه لان القطعه هذه ما تباعش، لازم تشري واحده كامله وتنزل عليها من غادي باش ترجع مكانها. شوف فوالا هكاك تولي هذه ما عادش تخرج. علاش؟ لان هذه كانت وقت تنزل عليها، هذه وقت كانت تنزل عليها هنا مكسره نصها ما فماش هكا. علاش؟ هذيك علاش تصير وقت تجبد البوني هي تخرج معك، لان القطعه هذه هي اللي بتشد البوني ما تخرج مكانها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.